الشجاعية. تركته مع الأسف في أسوأ حال، على الأقل مما شاهدنا في هذه البرهة القصيرة. عندما وصلنا إلى المنطقة صدمنا من هول ما رأينا على كل الأصعدة حقيقة. رأينا جثامين للشهداء ملقاة على يعني نحن نقدر الموقف، وائل، يبدو بأن المشهد الإنساني الذي عاينته بنفسك كان جدا مؤثر. نحن جميعا تأثرنا بهذه الصور والمشاهد التي نقلتموها إلينا من داخل حي الشجاعية، ونقدر تماما الحالة الإنسانية والمشاعر. ننتقل